فاتت طبعا طبعا مجال التفكير يعني. السنه اللي فاتت فيها حاجات مش مساله جديده وبس، لا في حاجات غريبه جدا على الكوره، كان فيها كميه تحديات رهيبه جدا، كان فيها حاجات فيها بتستخدم فيها ذكائك، وفيها حاجات كتير جدا بتستخدم فيها الحكمه، فيها حاجات كتير جدا بتستخدم فيها القوه، كان فيها اوقات كتير جدا متفرقه. سيستم النادي الاهلي بيساعدك، والافكار في النادي الاهلي والشخصيات اللي موجوده في النادي الاهلي ورغبه دايما لاعيبه النادي الاهلي والاجهزه الفنيه ومجلس اداره الاهلي والجمهور والثقه اللي موجوده في المنظومه ككل بتساعدك. لكن السنه اللي فاتت تحديدا كان فيها حاجات كتير قوي، كان فيها حاجات كتير جدا جدا يعني مختلفه عن السنين اللي قبلها، لكن الحمد لله رب العالمين. يمكن برضه هرجع اقول شخصيه الاهلي وفكره وطريقه اسلوبه وادارته لاي حاجه حصلت السنه اللي فاتت، اعتقد انها كانت يعني نموذجيه. كابتن سيد، انت كنت بتختار التوقيت اللي تتكلم